الرحمن الرحيم، اهلا بكل حضراتكم. امبارح قاعده مع واحده صاحبتي تعبانه شويه مع اولادها وتربيتهم زينا كلنا، وبتعافر في الدنيا الصعبه، في شويه منغصات وفي حاجات كده كتيره مش لطيفه، فقعدت تعيط وهي بتحكي عن المنغصات دي. وطبيعي اننا نعيط كل ما نتضايق، العياط بينفس وبيخرج كل الطاقه السلبيه اللي جوانا، بتخرج في صوره دموع وبتغسل. كل ده له فايدة كبيرة طبعا على صحتنا النفسية، بدل ما نكتم في قلبنا كده ونطق، أدينا بنخرج المشاعر اللي وجعانا ومضايقانا في صورة دموع. بس بعد ما بنعيط ونخلص الشحنة السلبية اللي جوانا ونتخطى الموضوع ده، نيجي نبص عليه من بعيد كده بعد فترة بتلاقيه كان موضوع صغير قوي، وإن الدنيا ممكن تبقى شايلة لنا هموم أكبر بكتير، وإن خسارة نزعل على حاجة عادية هي بالنسبة لناس تانية عندهم مقاسي يعني دي ولا حاجة خالص. مفيش بيت مفيهوش مشاكل، ومفيش بيت مفيهوش منغصات، ومفيش بيت ما تزنقش في الفلوس. ناس كتير هتقول لا، في ناس عندها وفرة من الفلوس وعمرهم ما شافوا زنقة في حياتهم. ممكن يكونوا ما شافوش زنقات مادية، بس اللي فاكر انه يعني زنقات الدنيا ومصاعب الدنيا مادية بس يبقى ما يعرفش مثلا يعني ايه واحد يبقى معاه وفرة في الفلوس ومثلا عنده ابن مدمن موريه الويل ومش عارف ينقذه من الإدمان خالص. هل ممكن تتخيل حياته شكلها إيه بالنوع ده من التنغيصة اللي تطير النوم من العين وتوجع القلب وما تخليهوش يتمتع بأي حاجة في حياته خالص؟ مثال تاني مثلا من المنغصات، يعني أعرف سيدة غنية جدا وما عندهاش مشاكل مادية نهائي، بس كل ما أشوفها ألاقيها عينيها متنفخة من كتر العياط لدرجة ملفتة للنظر، ولما تسمع معاناتها مع طليقها ومنعها من رؤية ولادها وكره ولادها ليها ورفضهم لأمهم لأسباب بعيدة تماما عن كونها ست وحشة، هي ست محترمة جدا وكويسة جدا وبتحب ولادها، لكن ملابسات كتير وتفاصيل كتير خلت الأب يسيطر على الولاد وياخدهم في صفه لدرجة إنه هو بيخليهم يشتموا الأم ويبهدلوها، وبالتالي كل الفلوس والعز اللي هي فيه هي مش حاسة بيه خالص. يبقى احنا لازم نعترف انه ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعت لنا رزق مش لازم خالص يكون فلوس، في ناس معاها فلوس ومش مستورة، وفي ناس مزنوقة في المصاريف اليومية وربنا سترها معاهم في أمور كتير، بس في ناس بتشوف كل حاجة حواليها انها ستر من ربنا، وناس تانية بتشوف كل حاجة حواليها انها منغصات، وممكن تبقى نفس الحاجة عند الطرفين، بس ده يشوفها ستر ونعمة وفضل وغيره يشوفها غلب ومعاناة. الفكرة ان احنا اللي بنوصف الحاجة وبنحط لها عنوان، يعني انا ممكن احط لابني عنوان ان هو ولد متعب وموريني الويل، وممكن احط له عنوان ان واد شربات ودمه خفيف بكل شقاوته اللي هو فيها. ده طبع بقى، احنا بنسيب الحاجة الحلوة اللي في عيالنا مثلا ونقفش في اللي تعبنا فيهم ونضيع عمرنا مش عارفين نتمتع بيهم وبظرفهم وبحلاوتهم عشان احنا مشغولين بالخناق معاهم على الحاجات خلصانة يعني وزايلة. وانا اكتر واحدة الحقيقة بتتخانق على يعني على فكرة، يعني عشان بس ما بتكلمش على حد وانا يعني اللي ما حصلتش، لا لا انا برضو مضيع عمري في الزعيق على حاجات كتير، وزي امهات كتير قوي لما عيالهم يناموا يقعدوا يبوسوا في ايديهم ويحضنوهم ولما يصحوا يحدفوهم بالشبشب ويزعقوا. مثلا النهارده عيد ميلاد ابني تم 13 سنه حبيبي، نصهم زعيق، يعني 13 سنه نصهم زعيق، او ممكن يكون 3 ارباعهم محدش عارف. يعني الحقيقه انا جايه اهزق نفسي قدام كل الناس، يعني انا استحق التهزيق. اذا كانت مرحله الطفوله احلى مرحله في عمر الانسان، هي 13 سنة أنا مقضيها طول المرحلة دي زعيق، هستمتع بيهم إمتى؟ أما يمشوا ويسيبوني؟ ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا رزق ونعم كتير مش بنستمتع بيهم خالص وإحنا دائمين الشكوى. يعني ما أحبش أنظر على الناس والأمهات وأعلمهم، والحقيقة أنا زيهم يعني زي جزء كبير منهم، أكيد في ناس كويسين، لا فينا العبر. زي كل الأمهات مشغولة باللي ناقص واللي ما تعملش، ومشغولة بالإهمال ومشغولة بالخيابة، والحقيقة دي خيابتنا احنا وإهمالنا احنا. لو انشغلنا بالرزق الحلو اللي ربنا بعته لنا في حياتنا وعيالنا ويعني وحتى في مشاكلنا، انشغلنا بس بالحاجة الحلوة اللي فيها، هتلاقي ان كل حاجة فيها لطف رباني، وكل حاجة مهما كانت صعبة فيها حلاوتها برضو. ربنا رزقنا وبيضاعف الرزق مش لازم بفلوس ولا بعربيات ولا بهدوم ولا الكلام الفارغ ده، وياما ناس كان عندها كل ده وراح، بس هم حامدين وشاكرين في السراء والضراء، بيشوفوا كل حاجه
نعمة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. يا رب ارزقنا الإحساس ده يا رب، إننا نحمد ربنا ونشكره. يعني الواد يجي كده مبهدل الدنيا ومكسر الدنيا ومضيع الدنيا وساقط وكل حاجة، نقول الحمد لله، الحمد لله على نعمته. يعني اللي احنا بنشوفها منغصات وتعب ونقعد نعيط عليها وكل الحاجات دي خلصانة. النهاردة احنا معانا فضيلة الشيخ أشرف الفيل، هنشرح أو هو هيشرح لنا فضيلته المثل الخامس في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 261، حضراتكم كلكم أكيد حافظينها: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هنسمع لشرحها من فضيلة الشيخ، وحضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، بس بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. مضاعفة الرزق، ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف الرزق ازاي؟ لأنه يعني في ناس بتبقى متخيلة أنه هحط 10 جنيه هاخد 20، هحط 20 هاخد 40، ممكن أخد 100، ممكن أخد 300، إنما هل هي فلوس فقط وهل هي فعلا يعني رزق مادي فقط ولا لأ؟ فضيلة الشيخ أشرف الفيل أهلا بحضرتك معانا، والنهاردة عايزين حضرتك تشرح لنا الآية رقم 261 في سورة البقرة مثل الذين، فضل حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المثل ده القرآن الكريم عالج به قضية من أهم القضايا اللي هي قضية الفقر والغنى، قضية الثروات. إنك ممكن تلاقي فريق من الناس على مر التاريخ كده، ناس معاها فلوس لا حصر لها ولا عدد لها، وناس مش لاقية لقمة عيش ولا كسرة عيش يأكلوها. وده موجود على مر التاريخ، وهذه حكمة لله سبحانه وتعالى، لأن الله يريد أن يكفر السيئات والذنوب عن الأغنياء بأن هم يتصدقوا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجات الأغنياء أيضا في الآخرة بأن هو ينفق من ماله. يعني قديما حكى القرآن عن قصة قارون، وقال إن قارون مش كان عنده فلوس كتير بس، لا، ده قارون كانت المفاتيح بس بتاعت الخزن محتاجة مجموعة من الرجال الأقوياء يشيلوا المفاتيح، مش يشيلوا الفلوس، لا، ده المفاتيح بس يعني. فهنا القرآن الكريم بقى عمل إيه؟ لأن البشر بدأ يحط قوانين وضوابط، فيحط مثلا مش عارف ضوابط اللي هي نزع الملكية من الناس عشان يعمل تساوي ما بين الناس، بعض النظام الأنظمة كده الرأسمالية وغيرها والكلام ده، اشتراكية في عملك الاشتراكية، فيجي ياخد من الناس الأموال، الناس تتشبث بأموالها وبتاع، فيقتلوا ويقتلوا بعضهم بعض. وكم من الناس قتلت في العالم كله على مر الموضوع عشان فكرة ان ياخد من واحد يدي الواحد، ياخد من واحد من حق واحد يعطي لمن لا حق له. فالقصة دي لما حصلت بكثرة وحصلت وما اتحلتش المشكلة، والناس بقت بالعافية وبقت بقى حتى لما اتخد من بعض الناس أموالهم وأرضهم بيحقدوا على الآخرين. القرآن حل الموضوع بطريقة تانية خالص، مختلفة خالص. قال لهم لا 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 خالص، خلي معاكم فلوسكم وخليكم تغنوا وكتروا في الغنى وزيدوا كمان في الأراضي وزيدوا في العقارات واعملوا كل حاجة، بس خليكم عارفين ان المعاملة معايا في النفقات لما تدي للفقير انا هديك على كل درهم واحد انت هتطلعه او جنيه واحد انت هتحطه كده هتتصدق بيه للفقير، هتطعم بيه او تسد جوعة فقير، خليك عارف ان انا هضعفه لك اضعاف انت ما تحلمش بيها. فراح قال ايه ما يحلمش بيها ازاي؟ قال له: مثل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة، الاول ضرب مثال مما يفهمه العرب اللي هو نزل فيهم القرآن، كمثل حبة حطها في الأرض كده فطلعت أنبتت سبع سنابل، إدت سبع سنابل يعني سبع عناصر، كل واحدة فيهم فيها 100، بتطلع 100 حبة يبقى دولك 700. بعدين رجع لهم: بس ده مش بس، ده أنا بضرب لكم مثلا على اللي أنتوا تفهموه، إن سبع سنابل وكل سنبلة فيها 100 حبة تقدروا تعدوا من واحد ل700، لكن أنتوا مش هتقدروا تعدوا بعد ال700 تاني. فقام قال لهم إيه؟ والله يضاعفه لمن يشاء. والعرب كانت قديما رقم 7 ده مؤثر في دماغهم قوي، لان كانت اعلى حاجه عندهم السبعه دي. فلما يقول لك انا كلمتك 7 مرات يعني كتير قوي، انا كلمتك 70 مره يعني كتير قوي قوي قوي، انا كلمتك 700 مره 7000 مره، فالسبعه وقدامها اي نوع السبعه دي مؤثره جدا. قالوا في القران: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مره، طب ليه 8 ما كانش 80؟ ليه ما كانش 100 مره؟ فقال لان العرب يفهمون ان رقم ال70 هو معناه نهايه المتحدث، ان دي
دي اخر حاجه يا اخي. انا اتصلت عليك 70 مره يعني، معناها انا كلمتك مكالمات عديده جدا. هو ما صارش 70 ولا حاجه، هو 5 مرات 6 مرات. وهذا لا يعد كاذبا، هذا لا يعد كاذبا. ليه؟ لان اللغه بنت المحاكاه. يعني انا لو قلت لواحد انا اتصلت بيك 70 مره، لا انا فعلا مش عديتهم 70 مره يعني. فلكن مقصودي بكلامي يعني يقصد بذلك الرقم، الكثره. القران كلم العرب بنفس كلامهم، فقال لهم نفس الحكايه، قال لهم انا هديكم اللي هيدفع لي بس للفقير حاجه، انا هديله كام؟ انا هديله 700. والايه دي نزلت في 2 من الصحابه كانوا عملوا حاجات رهيبه جدا جدا جدا، النبي اتبسط بيها قوي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف في احدى الحروب كان في نقص جدا وفي مجاعه شديده جدا وفي نقص في السلاح وفي العتاد وفي تقويه الجيش انذاك مع النبي عليه الصلاه والسلام. فواحد سيدنا عبد الرحمن بن عوف راح جه كده من البيت شايل شنطه كبيره قوي فيها فلوس، وجه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله انا عندي 8000 درهم، انا اديتك 4 وسبت الاولادي 4. فالنبي فرح قوي لان 4 دولك 4000 درهم هيحلوا أزمة كبيرة جدا يعني في غزوة من الغزوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت، يعني في اللي انت سبته هناك. التانية سيدنا عثمان بن عفان وكانت في غزوة اسمها يعني غزوة العسرة، وكان في بقى عسر في المال وعسر في الماء وعسر في الجو وفي الحر وعسر في الأعداد، فكانت القصة فيها صعوبة جدا يعني. فراح سيدنا عثمان بن عفان جه فتصدق للنبي عليه الصلاة والسلام بألف درهم، يعني حاجة مش 4000 ولا 5000 درهم، لكن كان الألف في الوقت ده يعني في الوقت في الحاله اللي كان فيه النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يحل اشكاليه كبيره وازمه كبيره جدا. فقام النبي من شده فرحه بما فعله عثمان بن عفان رفع ايده للسماء كده وقال له اللهم اني رضيت عن عثمان بن عفان، اللهم فرض عنه ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. النبي بقى فرح قوي بالكلام ده. فانزل الله هذه الايه، مثل الذين ينفقون، مجابها بالجمع مش مثل الاثنين بس، لا جابها بالجمع عشان يشمع كل الناس. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. طيب في ناس بقى يعني بتدفع وبتبقى يعني في نيتها انه رب عشان يا ربنا يضاعف لي، هل النيه هنا ممكن تبقى فيها شيء يا شبهه شيء يعني، ولا هو بيعمل الخير وخلاص؟ يعني انه انا بدفع عشان انا مزنوق او مكروب، او انا بدفع عايز ربنا يفتحها عليا عشان مصاريف المدارس كترت عشان مش عارفه ايه، فانا ايه هطلع علشان يجيلي وبيبقى مستني انه يجيله نتيجه انه هو طلع. هل النيه دي فيها مشكله؟ لا، النيه دي ربنا بيحبها والله. يعني ربنا يحب من العبد ان هو يلجا اليه في الضراء مثل لجوء اليه في السراء. عشان كده قال الذين ينفقون اموالهم في السراء والضراء. يعني لما يكون عندك ضيق ولا عندك حاجه وتيجي تنفق او تتصدق يقوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك. فانت بتدي بهذه النيه، مش التعامل مع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى ما بيعتبرهاش من العبد لغه مصالح. لاني لا مش لغه، مش انا بدفع عشان ربنا يديني فدي يبقى اسمها مصلحه. لا لا لا، مفيش كده، مفيش تعامل كده مع ربنا. لان انت بتتعامل مع الملك، مع الاله. مع الاله الذي يعطيك ويمنحك ويرزقك. فعشان كده انت لما بتدي بهذه النيه ربنا بيحب منك النيه، لانه راى فيك افتقارك اليه. هو شافك انك مفتقر له، وهو في يده خزائن السماوات والارض سبحانه وتعالى، فيروح فاتح لك. فدي نيه ما فيهاش مشكله. جميل يا فضيله الشيخ. طيب فاطمه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذني كان عندي سؤالين. اتفضلي. اول حاجه بس كنت محتاجه اعرف السر والعلانيه في الانفاق. يعني ربنا سبحانه وتعالى اني افضل عند ربنا، وفي احيانا انا ما بعرفش يعني انفق في السر. يعني انا حتى لو انفق، لو انفق في السر ببقى عارفه انا بطلع ايه، لكن في حديث بيقول ان لا يعلم يمينه ما انفقت شماله. انا مش بعرف اعمل كده، يعني ببقى عارفه انا بطلع مثلا 10 20 30 ببقى عارفه. وبعدين احنا بنشتغل في جمعيات تطوعيه وبنجمع للناس تبرعات وكده، فساعات بنعلن عن الحالات دي، فببقى خايفه احسن يدخل في قلبي نيه ان انا عايزه ابين للناس ان انا بعمل خير وكده. فانا عايزه اتخلص من الاحساس ده. يعني دايما يعني انا خايفه اوقف الخير بسبب احساسي ان انا مش عايز، يعني مش عايزه ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى قلبي فيرى ان انا بشرك، يعني بشرك نيه الانفاق ان حد يقول عليا ان انا بعمل خير او كده. في موضوع الانفاق يعني عايزه اعرف بس افضليه يعني الانفاق في السر زي الانفاق في العلانيه، لان ربنا قال الاثنين في القران. تمام. تكون اموالهم في السر والعلانيه مذكوره الاثنين في سوره البقره في الجزء بتاع الانفاق. تمام. ثاني حاجه، انا من يومين انا عندي الم مزمن في جسمي، يعني مولودة بمشكلة معينة كده في الأمعاء والمعدة وكده، فدي حاجة مالهاش علاقة بالإنفاق، بس ده أنا في وقت ببقى تعبانة جدا جدا جدا، وكمان بتعرض
لأذى بدني من حد معين يعني عايش معايا، ممكن عنده مشكلة نفسية فممكن يروح يضربني بحاجة ولا بتاع. فبعض ساعات ببقى مش يعني ببقى مش عارفة، بقول لربنا يعني أول مرة في حياتي، أنا عندي حاجة 30 سنة، أول مرة في حياتي أقول لربنا يعني يا رب فين رحمتك، مش قادرة أستحمل. فطبعا استغفرت بعد كده وتوبت وكده، وبس يعني عايزة أقول لربنا رحمتك بجد، أنا تعبان يعني جسدي تعبان جدا. وليه كده يعني الناس اللي اختارت طريق مش كويس وبتاع ما بيحصلهمش الأذى ده، انا عايزه اعرف الاذى يعني، لا انا عايزه اعرف الكلمه اللي انا قلتها يا رب فين رحمتك، وبعد كده انا عارفه ان ربنا رحمته موجوده، بس الكلمه دي طلعت من غير ما اقصد او ما اعرفش قصده او مش قصده، بس انا مش من النوع اللي بكتم جوه يعني، يعني ببقى عايزه اقول ربنا يا فاطمة. وصل سؤالك، بشكرك يا فاطمه، عشان نعرف نرد عليكي. حنان، الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا حنان. بعد اذنك كنت عايزه بس اسال سؤالين من دعاء. اتفضلي. السؤال الاولاني، انا ليا ابني ميت بقاله 55 يوم، ميت طفل عنده 6 سنين، فهو لما اتولد المفروض ان انا كنت اعمل له عقيقه، فانا ما عملتلوش. فقبل ما مات في حادثه ولا ايه يا حنان؟ لا، جاله في شهر ورم في جذع المخ. قلب امك يا ابني حبيبي. عمل عمليتين، دخل في الغيبوبه 17 يوم. ومات. طيب فانت بتسالي انك ما عملتيش عقيقه، فهل العقيقه دي؟ لا، ما انا ما انا كنت ناويه، انا حامل من قبل ما هو ما يموت. فكنت ناوياها ان انا قبل ما يحصل اي حاجه ان انا لما اولد هعمل عقيقه للي جاي وليه هو. فهو مات، فهل العقيقه كندر؟ لان انا اللي قلت مش هو. هو طفل لا يحاسب. انت كنت نادره ولا قلتي كده بينك يعني وبين نفسك؟ لا، قلتها وما بيني وما بين نفسي، انه يعني انا هعمل العقيقه بتاع الدمع ده، بس ما قلتيش نادر يا رب لو يعني ما قلتيش ده. لا. طيب ماشي. لا، الحاجه الثانيه، انا كتير قوي، انا راضيه بقضاء ربنا، بس كتير قوي بحس اني حصله زي اهمال، وكتير قوي دموعي بتنزل عليه لاني لسه مش مستوعبه ان هو مش موجود معايا. اهمال منين؟ منك يعني ولا من المستشفى؟ لا، مش اهمال مني. يعني هو دخل عمل العمليه الاولانيه هي في معهد ناصر صمام، عمل العمليه الثانيه في مستشفى 57. المستشفى من جوه زي الفل، ما فيهاش اي حاجه، بس حسيت ان في اهمال من الدكاتره لاني انا ما شفتش الدكتور اللي عمل العمليه. طيب سؤالك ايه؟ الا بعد ما الابن دخل في الغيبوبه. طيب سؤالك ايه؟ السؤال زي ما بقول لحضرتك كده، انا دموعي بتنزل عليه. اعرف ان الدموع دي بتعذب الميت وبتزعله. هل فعلا يعني هو طفل صغير وطفل مؤدب وكان حافظ قران؟ طيب. ومؤدب. عشان نعرف نلحق نجاوب عليك يا حنان، ربنا يصبرك يا حبيبتي، وان شاء الله هي ليها منزله كبيره في الجنه يا رب. طيب نرد على فاطمه. السر والعلانيه في الانفاق، وهي مش بتقدر تعمل موضوع السر ده لانها بتشتغل في العمل العام والعمل الخيري، وبتبلغ الناس وتقول وانا عملت وعملنا قوافل وعملنا كذا. ف ايه الاحسن اصلا والافضل؟ السر والعلن، العلن مطلوب والسر مطلوب، بس العلن مطلوب في توقيتات اللي هو انت عايز تحس الناس على فعل الصدقه وبتاع، الناس العمل اللي هي بتعمله. فلا حرج في ذلك. لكن العلن يكون مكروها اذا وصل الامر الى حد الرياء، ان انا بقيت اقول شفت انا بعمل كذا وانا سديت كذا وانا اديت لده وانا عملت. لا لا لا، كده خلاص، كده وصلنا الى حد الرياء. واظهرت نفسي ان انا بعمل. لكن اذا كان المقصد من الكلام او من الذكر او من كلام الكلام ده ان الناس بس نحس الناس على العمل، فلا حرج في ذلك. واحنا في العمل الجماعي او العمل اللي هي بتتكلم فيه ده، ما بتكلمش باسم حد، انا بقول ان الجمعيه عملت او كذا عمل او باسم الجامع او المسجد عمل او كذا، المسجد ساعد فلان والمسجد ساعد فلان والمسجد ساعد فلان. ما بقولش انا عملت ولا سويت ولا كلام من هذا القبيل. فده اللي بينفع. لكن الصدقة في العلن أحيانا تكون مطلوبة إذا أردت أن تحث غيرك على أن يتصدق، والصدقة في السر تكون الأولى. إيه الأفضل؟ السر طبعا، صدقة السر أفضل وأقوى. أن الإنسان يعمل الكلام ده بينه وبين نفسه عشان ما يديش للشيطان فرصة أنه يدخل له بأي صورة من الصور عشان خاطر يعني يدخله في مسألة الرياء. طيب هي عندها ألم مزمن في المعدة وكذا، وعندها حد بتقول حد نفسيا ممكن يضربها أو بتاع، فهي بتقول يا رب فين رحمتك بعد كل الخير مثلا اللي هي بتعمله ده وكده. لا، احنا الاول عشان تبقى عارفين ان الابتلاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى كل ما يزيد على الانسان فهو ده عين الرحمه،
عين رحمة الله بالعبد. ليه؟ لأن لو الإنسان علم ما قدر له لو لم يأتي هذا البلاء لفهم أن هذا البلاء هو الرحمة. يعني كان ممكن يكون مقدر له عذاب في الآخرة، فقال تبع شوية مرض شوية تعب شوية حد يأذيني شوية كذا بس في الآخر أخش الجنة، أو كان ممكن مقدر نوع من أنواع الأمراض التي لا علاج لها مستعصية، فقال طب خلاص أقدر حاجتين مع بعض عشان أخف ده. فدايما ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في هذا الابتلاء. بس دايما أحيانا الناس تبص على حد تقول لك ما هو سليم وزي الفل وما بيعملش الخير اللي انا بعمله، ما بيبقاش او انا ما اذيتش حد، فيه احيانا الدماغ بيشيل حاجات كده. ما هي القصه دي بقى بترجع لمساله القلوب. سيدنا عبد الله بن عمر لما النبي قال يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه، ثلاث مرات النبي يقول نفس الكلام، فسيدنا عبد الله بن عمر راح مع الراجل البيت، فلا راجل ما بيعملش حاجه، لا بيصلي العشاء ويجي ينام ويصحى صلاه الصبح يروح يصلي الصبح ويرجع يروح شغله وما فيش كلام تاني. فسيدنا عبد الله بن عمر قال له انا ربنا ده احنا طول الليل نقيم الليل ونصلي ونقعد ونتعب وانت ما بتعملش حاجه وتخش الجنه ازاي؟ ايه السر؟ قال له انا بس كل ما اجي انام لا احمله في قلبي حقدا لاحد ولا حسدا لاحد ولا غلا لاحد. فما انا برضو لما اقعد ابص ان فلان ده ما بيعملش خير وانا بس اللي بعمل الخير ومع ذلك بيحصل لي، هو ما بيعملش، انت مش عارفك، ما يمكن له خبيئه مع ربنا، يمكن بيعمل حاجه سريه انت ما تعرفهاش وما شفتهاش، هو مش لازم يعلن لك، انت ممكن تكون بتعلن هو ما يكونش بيعلن. لازم صحيح. ناخد بالنا من القصه دي كلها. فهنا عشان كده انا بقولش ده، هي قالت كده لربنا في رحمتك، طبعا نتكلم فيها نوع من انواع القنوط، لكن يعني قد يعني يتجاوز الله عنها لان هي جت في لحظه تعب نفسي او حاجه او كلام من ده، فاحنا بنستغفر الله سبحانه وتعالى ونعلم علم يقين ان رحمه الله فيما جاء من ضر في اللي جه. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام هو يبتلى المرء طب كمل جيش، انا اسالك على فكره يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلبه زيد عليه في البلاء. اتفضل. فكره الصبر بقى انه ربنا طبعا بيدي يعني الثواب الاكبر للي يصبر ويحتسب في لحظتها. ايوه. انما في ناس يعني برضو ضعيفه وربنا عارف انه البشر مش كلهم اقوياء ومش صحيح. كلهم كده، ممكن حد يضعف، ففكره الضعف دي تلغي فكره انه يدي له ثواب على الصبر. لا لا لا، دي مساله ملهاش علاقه بالقصه. يعني انسان مثلا جزع من امر او حاجه او ثم استغفر او ثم تاب الله عليه، وبعدين قال الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني حتى لو كان الجزع جاء بسيئات وبعدين تاب الانسان فربنا بيبدل له هذه الامور بالحسنات. فلا حق. طيب حنان ابنها توفى، ربنا يرحمها يرحمه ويرحمها يعني ويصبرها، هتعمل عقيق، كانت هتعمل العقيقه بتاعت الطفل يعني اللي بيتولد مع ده، هل دي تتحسب نذر ولا تتحسب ايه؟ لا، ما دام ما قالتش لله علي نذر ان اذبح لولدي او ان اعمل عقيقه كذا، اصل العقيقه دي فعلها سنه، فهي تريد ان تقيم السنه، فارادت ان تؤجل السنه من وقت الى وقت، فتسقط هذه المساله حينما يولد الولد الثاني ان شاء الله، وبعدين تذبح له خلاص الموضوع كده خلص، طالما تعقل ان دي سنه هي نقلتها او اجلتها الى نفسها، وليس فيها سبب لوفاته، يعني ما لهاش علاقه بسبب الوفاه، وفاته كانت بعمر. النقطه الثانيه مساله الاهمال، هذا ليس فيها اهمال، هي مساله خطيره جدا، ومساله المخ وفتح الراس وتشال وتفتح ويوصل للمخ الدكتور ويعمل العمليه، هو اجتهد يعني الدكتور في كل الأحوال اجتهد وأدى ما عليه على قدر استطاعته، ويستحيل أن دكتور في عمليات في غرفة عمليات يفكر أنه هو يعني يهمل في طفل أو يهمل في أي مريض، أنا لا أعتقد هذا على الإطلاق. أن هي مسألة هو نفسه بقى متاخد، يعني الطبيب نفسه اللي بيعمل الإجراء الجراحي هو نفسه بقى متاخد ومركز فيها وبيشوف آيات ربنا سبحانه وتعالى، فمستحيل أن يكون المسألة فيها أي نوع من أنواع الإهمال، إنما هو عمره الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وكتبه عليه، فما تلتفتيش المسألة دي وما ترجعيش الحكايه دي وما ترجعيش تقول اصل المستشفى عمل توصل الدكتور عمل، وانت مستحيل كنت هتدخلي تشوفي الدكتور من جوه، وحتى لو انت واقفه في العمليه مع ابنك جوه ها والدكتور بيهمل في العمليه وبيعمل حاجه غلط عمرك ما هتفهميها، لان هذا ليس تخصصك وليس فهمك. فعلى هذا احنا ما نلتفتش للمساله دي. رحم الله ابنك، واسال الله ان يصبرك وان يثبتك، وانا عايزك بس تكسري من الاستغفار ومن الاسترجاع، ان لله وانا اليه راجعون باستمرار، ربنا سبحانه وتعالى هيبدلك حسنات وهيبدل امورك وهتستريحي وتبقي كويسه، بس اكثري من الاستغفار ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. سهام. الو. اهلا يا سهام، ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا بيك. انا بشكرك على برنامجك قوي 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 قوي. الله يكرمك. يعني برنامجك جميل وانا بحبك وبحب البرنامج بتاعك. الله يخليك يا رب، متشكره. انا ليا سؤال هقوله لحضرتك. اتفضلي. هما سؤالين. السؤال الاولاني، انا ليا كنت موظفه في مركز كويس وكان دخلي كبير كويس. بس كان ابني معظم دخلي ده الكبير دوت كان بياخدوا مني بيصرفوا مني
بحاجات مش كويسه. وكان بيوصلني من الدخل الكبير دولت ها يعني جزء صغير قوي اللي بيوصلني انا في حياتي الشخصيه وفي دعيت ربنا. وكان كنت طبعا هو شاب وطايش يعني بيعمل حاجات مش كويسه. بعد كده حبيت ان انا بقيت في لحظه كده وضع بيني وبين ربنا وبزيده، لان انا كمان كنت مبتلى في ابن اكبر منه وكان توفى في حادث، وربنا اكرمني بالصبر برضه وحفظت القران وكده اهوت. بعد كده لقيت نفسي ان انا بدعي ربنا في الابن الثاني دوت اللي كان طايش، ان بقول لو دخلي نصه يعني ينقص وربنا يبارك لي فيه ويهديه، البركه في رزق في الولد احسن من اي مال. بعد كده فعلا بعديها بمده صغيره طبعا تنقلت من وظيفتي ودخلي نقص خالص. وكان عندي التزامات، وفي الاول جدعت قوي وانهارت لان عندي التزامات كتير قوي. فالمهم قلت دي ممكن تكون ربنا استجاب لي للدعوه، انا مستنيه بقيه الدعوه ان ربنا يصلح حال ابني ويبارك لي فيه. فبعد كده صبرت وبس بقى مشيء من الالم عشان الالتزامات وضغوط الحياه طبعا. فديت انا بسال ان انا طبعا لما اتضايقت من هذا الابتلاء رغم ان ساعتها قلت ده مش محنه، دي منحه من ربنا. ان ربنا استجاب لي لدعوتي النص الاولاني. المهم ربنا هدالك ابنك ولا لسه؟ هو لسه في طريقه يعني لسه يعني مش قوي. وكنت نادرة كمان قلت لو اذا ربنا صلح حاله خالص ها انا هصوم 60 يوم 60 يوم متواصلين زي الايه، لان يعني زي كاني بحيي انسان بيحيا حياه ثانيه جديده يعني بعد الدمار يعني. طيب ما قدرت 60 يوم صيام، بس جددت النيه بعديها قلت لان انا كبيره في السن يعني جددت النيه في النذر دوت، وقلت لو ما قدرتش اصومهم متواصلين هطلع ايه؟ هطلع عليهم اطعام 60 مسكين بدل ال 60 يوم صيام، وهصوم على قد ما اقدر. طيب يعني دي جددت النيه. فانا عايزه اسال دي تجديد النيه؟ وثاني حاجه انا اقول لك على رغم ان هي الامور مشيت في ضيق ولما نقص دخلي زي ما انا طلبت من ربنا وبعد ما نقص دخلي لقيت نفس حياتي ماشيه بنفس الدخل اللي كان بيجيني لما دخلي كان كبير. ما انت يعني كان بيتصرف في اي كلام قبل كده. كان بيجيني 10 بيتصرف 8 وبيوصلني 8 2 بقى يجيني 3 وبيوصلني 2 برضه. يعني صحيح. فعايزه اسال بقى يعني بالنسبه لتجديد النيه اللي انا طيب دوت، وفي ناس قالوا لي حرام انت لازم تكوني طمعانه في ربنا، انت ليه انت حطيتي شرط انك انت فلوسك تنقص طيب حاضر وكذا، فقالوا لي ده حرام انك انت ربنا اطمعي في ربنا. شكرا يا مدام سهام، شكرا لحضرتك. ليلى. ايوه اهلا بحضرتك، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش اخش بسرعه. ازيك يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك لك في وجهك الجميل. الله يكرمك. بستنى برنامجك. شكرا. اتفضلي. بكلم فضيلتك. مع حضرتك اتفضلي. انا عندي كذا سؤال كده، معلش اسمعيني بقى بصدري راحت. قولي. وحضره الشيخ يسمعني بقى. حاضر. انا ارمله. ارمله وكنت يعني وعندي اربع اولاد. عندي انا حاطه صوره المرحوم عندي في الاوضه. فعايزاه بقى يقول لي دي حرام ولا شيلها ولا ايه؟ ليه؟ بقى لي 9 سنين ارمله، 10 سنين كمان. طيب. وعندي بنت ملتزمه قوي وجميله وبتعمل خير كتير الحمد لله، وعندي بنت عايزاه يدعي لها كتير قوي، مش هذكر اسماء عشان بتزعل لما بتكلم مع الأستاذة لمياء أو مع حضرتك وبيب اسمها وكده. ما تقوليش بقى. فعايزاه يدعي لها. كمان قلتي اسمها. متجوزة دي كبيرة مش صغيرة. عندها كم سنة؟ عندها 40 سنة. ربنا يكرمها إن شاء الله. وعندي عايزة الشيخ يدعي لي ويدعي لهم يهدوه ربنا يهديهم عليا بس أنا. طيب ورابع سؤال؟ وبعدين السؤال الثاني، أنا يعني عهدي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى اني هفضل اقرا القران لحد ما الامانه توصل ان شاء الله. يعني اخلص الاجزاء بس يا سياده الشيخ انا مش بعرف استوعب
مش بعرف، انا بقرا كتير على طول وبوهب، اقول ايه بقى يعني بقى اخلص الاجزاء واوهبها لامي او لابويا او لزوجي، ده كويس ولا انا كده يعني؟ جميل يا مدام ليلى. في سؤال تاني؟ اه يا حبيبتي قولي. هو في يعني انا مش يعني سويت بينهم، بعت شويه حاجات وسويت بينهم، اديتيهم كلهم قد بعض، هما فرتكوا الفلوس. ففي عندي حاجه كده انا محافظه عليها لحد ما اموت، بس فانا محافظه على الحاجه دي، هما محتاجين قوي بس مصرفين، خايفه اباعها لما بعيش بقى فيها برضه يفرتكوها في الهوا. وانا عايزه بس من سياده الشيخ الدعاء، اهم حاجه يدعي لي، لاني كل يوم بنام بدموعي بقوم. لا ليه بتعيطي ليه؟ بعيط على حالي. لا حالك زي الفل والله. والله حالك زي الفل. صعبانه عليا نفسي، البنت اللي هي في اكتوبر دي بتبرني. اوعي تقولي اسمها، اوعي تقولي اسماء. لا يا حبيبتي، ما انا بخاف منهم. عايزاه يدعي لي كتير قوي. حاضر يا استاذه ليلى، هنسمع بس رد الشيخ عشان نلحق. طيب مدام سهام موظفه وكان مركزها كويس ومرتب، دعت ربنا يا رب اديني نص الفلوس اللي باخدها بس ما يصرفهاش في البوظات. الدعوه دي صح ولا ندعي ربنا انه يكرمنا اكتر؟ هو الاصل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس، يعني الواحد لما يسال ربنا يسال الاكثر، يعني هي تريد ان ابنها ربنا يهديه، فاحنا ندعي بس لهدايه الولد، لكن الدخل والكلام ده هي دي الحته اللي كانت يعني المفروض احنا ما بنقولهاش، لكن حضرتك خلاص قلتيها، خلاص لا حرج في ذلك، وخلاص هو ده مقدر لك عند ربنا، وقد يكون كده كده حتى لو ما دعيتيش كان هيبقى برضه هتتنصص الفلوس وهتيجي بنفس الطريقه، لكن كانت معلقه على الدعاء وانت دعيتي فلا حرج في ذلك ولا تندمي على ما دعوت الله. بس بص هي بتقول لك نفس اللي بيدخل لي هو اللي بيدخل لي. هي نفس القصة، يعني كان بيدخل لها 8 بياخد 4 ويا 4، بيدخل لها 2 هي بتاخد 1. لا بتقول كان بيدخل لها ياخد هو التلتين ويتبقى لها التلت، دلوقتي اللي بيجي تلتين وتلت. هي نفس الحكاية، فالفكرة كلها ان يعني ان هو ده كان بس الخطأ في الدعاء وده يجبره الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، فانت عليك بكثرة الاستغفار والدعاء الوالد. طيب الشق الثاني من الدعاء اللي انت دعتيه، هل ده ربنا ما استجابوش؟ لا ربنا استجابه، ما تقلقيش، لكن الله اجله لوقت، يعني أجله الوقت أنه يكون أفضل له الهداية فيه، فلعل الله سبحانه وتعالى يهديه بعد وقته والأمور كلها تبقى كويسة. طيب ندرب أنها تصوم 60 يوم وتجديد النية، هتصوم عندها حاجتين، هي قالت يا 60 يوم يا إما هعمل أطعم 60 مسكين إذا قدرت. فلما يحصل أن ربنا يهديه، وإن شاء الله ربنا يهديه وندعو له بالهداية، وحصل الكلام ده كله، فشوفي لو أنت مش هتقدري تصومي هتطعمي 60 مسكين، لو ما قدرتيش تعملي لا ده ولا ده يبقى هنعمل كفارة يمين بطعم 10 مساكين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وفي الحديث أن رجل النذر أن يصوم ولا يفطر وأن يقف ولا يجلس وأن يقف في الشمس ولا يستظل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليكفر عن يمينه. طيب خلاص السيدة ليلى أرملة بتحط صورة المرحوم في الأوضة بقالها 9 سنين. الصور عندنا فيها ايه؟ ايه؟ ما في انا بس ايوه كده، اديني فرصة بس اقول. اتفضل اديني فرصة اقول رأيي. اصل الحلقة هتخلص وبعدين هتقول لي حاجة. مش كده. الصور عندنا قولين للعلماء، فيرى بعضهم بالتفريق ما بين الصور المجسدة والصور غير المجسدة، فالصور الفريق الذي قال بالتفريق بين الصورتين فقال ان الصور المجسدة محرمة، واما الصور غير المجسدة اللي هي الفوتوغرافية لا حرج فيها، هذا فريق من العلماء، وفريق اخر يرى ان الصور سواء كانت فوتوغرافية او مجسمة فهي حرام. هذان قولان للعلماء. حرام يعني صورة حضرتك في التلفزيون حرام؟ لا مش حرام، عشان صورتي انا مش عشان صورة حد، لكن شوف هي عملت صورة جوزها حرام في الاوضه؟ عشان الوقت. صورة جوزها ما خلاص احنا خلصنا. لا خلصتي خلاص. صورة جوزها في التلفزيون؟ لا مش بقول لك حرام، انا قلت لك الرايين اللي قالوا ان الصور الفوتوغرافيه زمان بقى ايام الصور الفوتوغرافيه. ايوه اللي قالوا الصور الفوتوغرافيه ليست حراما لا حرج في ذلك، الا ان يكون ذلك الا ان تكون هذه في موبايلات اهي بنصور نفس من طول ما احنا ماشيين نصور نفسنا، ده حرام؟ بقول الحكم الشرعي. بسال حضرتك دلوقتي اسم موبايلات الصور. أيوه. بنصور نفسنا واحط صوره امي. ايوه بس امي حبيبتي مش بنعلق الصور ديك او بنعملها كنوع من انواع التعليق ولا حاجه، هي الخلاف بس في مساله. ايوه انا حاطه صوره ابويا في البيت يا حبيبي الله يرحمه، بصحى كل يوم ابوسه.
ابوسه وحبيبي وادعي له، ايه الحرام في كده؟ يجوز ليك انت يا استاذه دعاء انك تحطي صوره والدك وتبوسيه كل يوم، وهي الست حط صوره بره، ست عندها وفاء بجوزها. طيب بس هقول لك، بس خلينا بس ما نختلفش، الله يخليك. خلينا نقول الاراء الفقهيه الصحيحه في المساله، عشان بس ما حدش، انا بقول الشرع بس. ايوه ثواني بس، الناس قالت ايه؟ هي استندت على الناس اللي كانوا، لا دي ادله كتير بقى، انت مش هتفتحي لي المجال لان الوقت خلص، مفيش وقت. فانا مش هقدر اقول لك اقعد استدل لك. هو صوره متجسمه ايام ما كانوا ايام زمان، هم يخشون في مساله الصوره المجسده من عباده الصور، ولهم في ذلك. بس كده انا عايزه بقى الهدء، هم بيقولوا ليه؟ عشان ايه؟ عشان الناس تعبد الصور. حد بيعبد الصور؟ ما قد يكون، قد احنا يكون. احنا بينا المصريين الحلوين المتدينين اللي بيكلموا الشيخ اشرف، في حد بيعبد الصور؟ ما حدش بيعبد، لكن في حديث النبي عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه، ان اخر الامه دي هتعبد الاصنام. فعشان كده احنا ادي المحافظه، الحديث ثبت وفضل موجود على طول مستمر. ليه؟ عشان لما الناس بتتقلب بتتغير اهو. احنا دلوقتي احنا هنعبد الصور؟ لا احنا دلوقتي ما بنعبدش الصور، لكن هب ان بعد 200 300 سنه دي ناس يعملوا كده، ربنا بقى يطلع لهم شيخ، هتلاقي الفيديوهات دي، ما فيش شيخ هيطلع لهم، احنا برضو هنطلع لهم برضو، هتلاقي الفيديوهات دي موجوده. وبعد كده ايه الحل؟ يبقى ايه الموقف؟ يبقى انتوا ما تعبدوش الصور. ايوه كده، يبقى ما يعبدوش الصور، انما صور ابويا الله يرحمه اما احطها جنبي وادعي له كده واشوفه وافتكره، وربنا عمل الصور دي عشان نفتكر بعض. دي لا الناس لا عملتها عشان نفتكر بعض. لا طب ايام النبي ما كانش في صور. طب افتكروا بعض زي ما احنا فاكرين سيدنا النبي وبنتكلم. ايوه بس في اختراعات جت للدنيا وحاجات جميله، لما تشوف جدتك وتقول الله يرحمها شوف كان شكلها ست محترمه وحلوه ازاي، ايه الحرام في كده يعني؟ طيب خلينا نرد على ست. طيب. حاضر. طيب عندها بنت جميله وعندها بنت حبيبتي بتقول لك ادعي لها ربنا يرزقها. نسال الله سبحانه وتعالى لها ولبناتها ولاولادها الهدايه وكل ابناء المسلمين وبنات المسلمين اجمعين. طيب هي ساوت بين الولاد في الفلوس. ما فعلته كان صوابا اذا قسم الانسان. في نقطه مهمه جدا. أيوة. بتقول اني ارمله، فممكن يكون الاموال التي تركت لها دي اموال ابوهم، فاذا كانت دي اموال ابوهم فلا يجوز لها التسويه. تدي للذكر مثل حظ الانثيين لان ده ميراثهم الشرعي. ده اذا كان ميراث. ميراث ابوهم. انما اذا كان دي اموالها هي الشخصيه وراحت بيعها وقسمت ادت للذكر مثل الانثى فما فعلته كان صحيحا. ليه؟ لان اذا احنا هنقسم في حال حياتنا يبقى ندي للذكر كالانثى، انما فاضل لها حاجه عايزه تبيعها. ما تبيعهاش، خليها محافظه عليها كده وتخليها الى ان تلقى ربها سبحانه وتعالى. انا بعد ما نطلع فاصل هشوف الشيخ متصور ولا لا، واقول لكم الحلقه الجايه. في الموبايل بتاعه اهو، الموبايل جنبه. طيب. شكرا فضيله الشيخ اشرف الفيل، منورنا دايما يا فضيله الشيخ، ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه بعد الفاصل، فقره مسجله. السلام عليكم. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. الرجيم الهاجس الاساسي لكل ست تخينة أو جسمها حلو، يعني حتى لو جسمها حلو وبتخاف تتخن. والحقيقة هو يعني موضوع النظام الأكل أو الأكل عامة يعني بيشغل بال معظم الناس اللي على الكرة الأرضية، وفكرة إنه إزاي يعني أعيش حياتي مبسوط وباكل اللي أنا نفسي فيه بس من غير مدخل. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. اهلا بيكي واهلا بكل الناس الحلوه اللي متابعينا. احكي لنا بقى كده، يعني لو انا قررت عايزه اعمل رجيم او عايزه امشي على نظام صحي وفي نفس الوقت اللايف ستايل بتاعي مش مساعدني، عندي خروجات، عندي بخرج مع اولادي، بنقعد في مطاعم، عندنا مثلا اكل سمنه بلدي، عندنا يعني عندنا اكل كده، امي بتعمل اكل حلو في البيت، ازاي اعرف احافظ على وزني في ظل كل ده؟ انت عارفه السؤال الشائع اللي دايما كل ست بتساله لجوزها او حتى الام بتساله لاولادها، هناكل ايه النهارده؟ طبعا يعني ده السؤال الاساسي اللي دايما بنصبح الصبحيه عليه. احنا هناكل ايه النهارده؟ بس محدش فكر ان الاكل اللي احنا هناكله النهارده ده هيعمل ايه جوه جسمي. اي نعم هيبقى طعمه حلو، في سمنه كتير، في دهون كتير، هستمتع بالمذاق بتاعه، بس بعد ما يخش بقى جوه جسمي ايه اللي هيحصل؟ ما فكرناش ايه اللي ممكن تبعياته من الدهون اللي هتتراكم جوه جسمي. شكل جسمي هيبوظ، معدتي، الدوره الدمويه بتاعتي، ممكن اصاب بامراض كتيره قوي نتيجه الدهون دي. فخلينا نسال السؤال بشكل احلى، هناكل ايه النهارده يفيد صحتنا؟ ده دايما يعني ونستمتع بيه برضو. ونستمتع بيه، في اكلات كتيره حلوه قوي ممكن ان احنا ناكلها بشكل صحي وفي نفس الوقت نستمتع بيها، ده اللي المفروض كلنا نفكر فيه.
تمام. طيب بالنسبه للناس اللي عندهم مش شراهه، يعني نفسهم مفتوحه على طول ويضرب له 3 4 اطباق رز وياكل حاجه حلوه بعد الاكل وكده، دول يقدروا يقللوا كميه اكلهم ازاي؟ طب هو سؤالك حلو قوي، لان خلاص بقى منتشر قوي في الفاست فود والناس اللي بتاكل اكلات كتيره، وبعد شويه بعد ما اكلت الاكل انا عايز احلي، وبعد ما احلي طب اشرب عصير، وبعدين يرجع ياكل تاني، فتلاقي كميه اكل كتيره قوي جوه معدته. في النهايه هو عايز يوصل لحته النشوه او السعاده بالطعام، ان هو انبسط ان هو شبع، فبيوصل للمرحله دي. وفي نفس الوقت خلاص هو قرر ان هو يخس، لازم الاول القرار يكون عنده. فاحنا النهارده ممكن نساعده عن طريق الالياف الطبيعيه. الفايبرز نقدر ان هو ياخدها شكل امن تماما، ملهاش اي اثار جانبيه، بالعكس هتفيده، فيها فيتامينز، فيها معادن، فيهاش سعرات حراريه اطلاقا، فبالتالي مش هتاثر على جسمه بسعرات حراريه زياده. في نفس الوقت هتملاله المعده اللي هو دايما عمال يحشيها اكل كتير عشان يحس ان هو خلاص شبع ويحس بالسعاده. فهتعمله دورين، هتشبعه الالياف الطبيعيه، وفي نفس الوقت كمان ما فيهاش سعرات حراريه، غير كده وكده هتديله فيتامينز ومعادن. جميل. طيب احنا معانا فيديو لدكتور مارك، ده استاذ تغذيه في جامعه نيويورك، خلينا نشوفه وحضرتك تعلق لنا على الفيديو ده. ماشي. Just take a look at all the good things that fiber can do for your body. First, you need fiber to keep you healthy from top to bottom, as well as to provide food for the healthy bacteria that work within you to promote health. But how can fiber actually prevent obesity and all the chronic diseases of aging? Well, it's actually quite simple. Fiber slows the rate at which the food enters your bloodstream and increases the speed at which food exits your body through the digestive tract. And that keeps your blood sugar and cholesterol in ideal balance and quickly eliminates toxins from your gut and reduces your appetite. Now, there's good science to back this up. Research shows that fiber can lower blood sugar as potently as some diabetes medications can lower cholesterol and promote weight loss. It's clear. Fiber is a great ally in the battle of the bulge, but it's also a hero in more serious battles. For example, one recent study showed how the gut bacteria make butyrate from eating fiber, and then they switch on an anti-cancer gene, which turns off colon cancer. In fact, fiber has been shown to reduce the risk of colon cancer by as much as a third and breast cancer by almost 40%. It also lowers cholesterol and reduces the risk of heart disease by as much as 40%. If you have diabetes, adding fiber to your diet may even help you use less insulin. Plus, it's a great natural cure for constipation and irregularity. So, how much fiber do you need to reap all these benefits? Well, you should shoot for 30 to 50 grams a day. And the type of fiber is important too. Most people think that bran is the best type of fiber to eat. But bran, or wheat fiber, is mostly insoluble and doesn't get digested. See, think of it as more of a scouring pad for your intestines. That's good for getting you regular, but it's also something that can help tremendously with your health. You'll find soluble fiber in vegetables, fruit, beans, nuts, seeds, and most whole grains. The bacteria in your gut metabolize the soluble fiber, and that's when the benefits start. Soluble fiber can help lower cholesterol, your blood sugar and insulin, prevent cancer, balances your hormones, removes excess estrogen and reduces the risk of breast cancer. It makes vitamins and minerals. It provides food for the colon cells and much more. أهلا بحضرتك تاني مرة يا دكتور. تعليق حضرتك على كلامه على الفيديو ده؟ طبعا دكتور مارك يمكن يكون معظم المشاهدين لأول مرة بيشوفوه. دكتور مارك هيمن ده أشهر دكتور تغذية في نيويورك في أمريكا، وهو لخص السؤال اللي دايما كل الناس بتسأله، هناكل إيه النهاردة؟ فهو بيجاوبكم على السؤال ده، إحنا هناكل ألياف طبيعية. يعني كل الناس اللي بتشاهدنا النهارده لازم نركز اكتر على الالياف الطبيعيه. وابتدى ان هو يشرح الفوائد بتاعتها كلها، من انها بتنزل في الوزن، كمان بتقلل من نسبه الجلوكوز في الدم، فالناس اللي عندها سكر او اللي عندها هيستوري انها ممكن تصاب بالسكر، يعني مرض السكر من الحاجات اللي ممكن الطبيب يتنبأ بيها الشخص ان هو ممكن يصاب بيها. كمان لو ضغط الدم مرتفع، كوليسترول، الكانسر، السرطان اللي بقى منتشر كتير جدا النهارده، وبنسمع كل يوم بعد يوم عن حالات كتيره من الكانسر. فلازم نغير من عاداتنا الغذائيه، نتجه للالياف الطبيعيه، هتفيدنا كتير
انها تقلل لنا حتى من نسبه الاصابه بالسرطان. جميل. طيب احنا طبعا على مدار حلقات كتيره حضرتك طلعت معايا واتكلمت على الالياف، احنا الحقيقه جالنا كميه اسئله يعني كبيره على صفحه البرنامج، كلهم عايزين يعرفوا يعني اسئله متعدده ليها علاقه شويه بالالياف. مثلا فريده بتقول ان ابنها عنده 11 سنه ووزنه معدي 80 كيلو، وبالنسبه للولد لسه جسمه بيتكون ومحتاج طبعا كل المعادن وكل الحاجات المفيده اللي في الاكلات يعني، فهي بتقول لك انا مش قادره احرمه، يعني مش قادره احرمه من الرز، من المكرونه، من الاكل. ده بالعكس الامهات بيفرحوا ان طول ما الطفل عمال بياكل هي فرحانه، هي بتبقى مبسوطه ان هو بيتغذى وبياكل اكتر. في النهايه بتقابل المشكله بتاعه الوزن الزايد. طبعا هو دلوقتي ما موجود حتى عندنا هنا في مصر، الالياف الطبيعيه موجوده في صوره باكت كيس معموله بطريقه النانو فايبرز، ودي طريقه ما دخلش فيها اي نوع من انواع الكيماويات خالص نهائيا، مركزه جدا. الكيس فيه حتى الكميه العالميه اللي هي بتبقى من 25 ل 30 جرام موجوده في الكيس، دي هتكفي وجبه. طبعا النوعين الموجودين للالياف الطبيعيه، في نوع للغدا ونوع للعشاء. طريقه التحضير بتاعته سهله جدا. بالنسبه للحاله اللي معانا عنده 11 سنه وزنه 80 كيلو، اتس بيست تشويس، الاختيار الامثل بالنسبه له هو الالياف الطبيعيه. لانه اولا بياخد حاجه طبيعيه ناتشرال جدا، كمان فيها فيتامينات ومعادن، فهو في مرحله نمو فهتساعده اكتر. الحاجه الثالثه والاهم ان جسمه فيه دهون، الدهون دي بتاثر على كل الدوره الدمويه الخاصه بجسمه. فبتلاقي دايما، وهو دلوقتي احنا في سيزون المدارس، دايما الطفل اللي بيعاني من زياده الوزن تلاقي تحصيله الدراسي اقل من الطفل العادي. والله ده اكيد. لان ده كل الدهون ده بسبب ايه؟ وزنه زايد، الدهون دي كلها بتاثر على الدوره الدمويه. انت عارفه ان المخ بيتحرك بالدوره الدمويه، القلب بيتحرك بالدوره الدمويه. عشان يقدر ان هو يستوعب النهارده الدوره الدمويه ما بتتمش بالصوره المثاليه. بعكس الطفل اللي هو وزنه مثالي. على فكره بمناسبه الموضوع ده، كانت دراسه اتعملت برضه في ماليزيا، كانت على الاطفال في سن المدارس، ولقوا ان كل 10 طلاب من ضمنهم 2 تخان تحصيلهم الدراسي اقل بالنسبه مقارنه بالاطفال اللي وزنهم مثالي. فبرضه ممكن تلاقي طفل ذكي جدا في الحياه ومامته تقول هو ذكي قوي قوي قوي، بس ساعه بس الدراسه مفيش تركيز، ما بيستوعبش، في خمول. والسبب في كده هو زياده الوزن اللي في الطفل. تمام. طيب معايا علا. ايوه اهلا بيكي يا علا. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور خالد؟ اتفضلي. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله منوره. انا بصراحه انا من دمياط وبشكرك على المنتج، منتج ما شاء الله كويس، انا جربته وجاب نتيجه وما فيش اي اعراض جانبيه خالص، بل بالعكس اداني طاقه واداني حيويه وبقيت اعرف امشي واروح واجي والبس. قولي لي بتاخديه بقالك قد ايه؟ خدتيه بقالك قد ايه؟ وكان وزنك كام؟ انا كان وزني 110. الوقت وزني بقى 80. بس منتج بصراحه انا في وقت قد ايه يا علا؟ نزلتي في وقت قد ايه؟ في شهرين. ده كويس قوي. بس بصراحه الدكتور خالد انا بشكره جدا. شكرا لله. وما شاء الله ربنا يبارك له، هو منتج ممتاز جدا وملوش اي اعراض جانبيه خالص. طيب انا كنت عايز اعرف منك يا علا، يعني الناس اللي حواليكي بعد ما انت وزنك نزل اكيد كله كان عمال يسالك انت نزلتي وزنك ازاي؟ انت عملتي ايه؟ حصل وانا قلت لهم على المنتج اللي انا باخده. كنت بتاخديه كم مره يعني في اليوم يا علا؟ انا باخده مرتين. مرتين وقت الغداء والعشاء. كنت بتاكلي معاه ايه؟ بصي انا حضرتك باكل كل حاجه، بس حاجات يعني ايه محدده مش زي الاول. الاول كانت عندي شهرها جامد للاكل، فالوقتي يعني ما شاء الله باكل كل حاجه بس حاجات قليله. هو شبعك يعني، هو وصلك لمرحله من الشبع فبقيتي تقللي الكميات. ايوه بس ما شاء الله انا بشكر الدكتور خالد. شكرا ليك يا علا على المنتج، وربنا يبارك له يا رب ويبارك لكم يا رب. شكرا يا علا، شكرا جزيلا. ويعني عقبال كده الناس كلها ما تخس، الاحساس بيبقى رائع بعد. عايزين نمشي في الشارع نبقى زي الصين كده كلهم رفيعين كده يعني. والله برضه هنا في مصر كده في الشارع نلاقي الناس كلها رفيعين، ما نلاقيش حد تخين قوي. طيب احنا عندنا سؤال من استاذ مجدي، هو بيقول انه كان عنده مشاكل في المخ، كان بياخد جلسات كهرباء
وبرده الطلب منه ان هو يخس، وبيسال هل الالياف دي تتعارض مع فكره الجلسات والعلاج اللي بياخده؟ طبعا جلسات الكهرباء، اشارات المخ بتبقى فيه زياده او نقصان، بياخد كميه ادويه كتيره ومختلفه وكلها بتشتغل على مراكز المخ. الدكتور النهارده عشان يخسس الحاله ديت يعني بيبقى حاطط بريكيوشنز وحاطط احتياطات كتيره جدا 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 قبل ما يقول له ياخد ايه عشان التخسيس. فعشان كده ابتدى حتى على مستوى العالم كله النهارده الحالات دي لانها كريتيكال قوي وما ينفعش فيها اي حاجه، فابتدوا يدوها الالياف الطبيعيه. يعني ذا بيست تشويس بالنسبه لهم خد الالياف الطبيعيه. انت هتاخد منتج مش هياثر على اي دوام اللي انت هتاخده. تمام. ملوش اي تاثير على المخ اطلاقا. يعني مفيش اي حاجه بتروح للمخ من خلال الالياف الطبيعيه. شغلها كله في المعده، تملى محيط المعده بتاعك، تحس بالشبع، وفي نفس الوقت كمان بتبتدي انها تنظم لك الدوره الدمويه وتنظم لك معدلات البكتيريا النافعه اللي موجوده جوه جسمك او في المعده، انها تنميها اكتر وتعمل حاجه اسمها الكيمياء الحيويه جوه جسمنا. اللي هي بقى ايه الكيمياء الحيويه ديت؟ اللي هي بقى التفاعلات الحلوه الجميله اللي احنا نلاقي عليها معدتنا منتظمه، نلاقي مفيش امساك، نلاقي في نفس الوقت الواحد مرتاح جسديا، لان كل التفاعلات بتتم بصوره طبيعيه تماما. جميل. طيب احنا عندنا فيديو طريقه عمل الالياف، او يعني هو طبعا سهل يعني باكت وبيتحط في الميه، بس خلينا نشوف شكله بيبقى ايه بعد ما بيتقلب في الميه. الفيديو معانا. طيب ده بدايه احنا يعني هنخلي حتى تجربه صغيره، هنجيب كوبايتين فيهم نص كوبايه ميه، وهنجيب كيس الالياف الطبيعيه، هو عباره عن الفايبرز زي ما قلنا كده معموله بطريقه النانو فايبر زي ما احنا شايفين. بنفضي الكيس في الكوبايه اللي هتبقى على ايدينا الشمال، وهنجيب كيس تاني هنفضيه في الكوبايه اللي على ايدينا اليمين. بمناسبه الكوبايه اللي على ايدينا الشمال، احنا حطينا طبقه زيت فوق الميه. يعني ابتدى الميه وبعدين طبقه زيت وبعدين الفايبرز الالياف الطبيعيه. في الكوبايه التانيه احنا حطينا ميه بس وحطينا عليها كيس الالياف الطبيعيه. بنبتدي ان احنا طريقه التحضير سهله زي ما حضراتكم شايفين، بنقلب لمده دقيقه او دقيقتين. هتوصل في النهايه ان الالياف الطبيعيه هتبقى لزجه او عامله زي السيريلاك بتاع الاطفال. طبعا عمليه التقليب ما بتاخدش وقت طويل، حوالي دقيقه تقريبا او دقيقتين. في الكوبايه الثانيه احنا زي ما احنا شايفين برضو نلاحظها اللي عندنا الشمال، الفايبرز ابتدت انها تجمع الزيت. خلي بالكم لان الفايبرز كان موجود كله، كان واخد محيط الكوبايه، لا ابتدى كله يعني مع بعضه. وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده في كميه الزيت اللي موجوده على ايدينا الشمال مع الفايبر. هو بياخد الزيت وبيعمل ايه؟ بينزل في الاخراج، وينزل عمليه الاخراج بالظبط. ده اللي هيحصل جوه جسمنا بالظبط، ان هو هياخد الدهون اللي بتتكسر والدهون الموجوده وهيخرجها بره الجسم. يعني ده هي بتقلب الكوبايه ده عشان يبين ايه بقى؟ ده هنا بيبين اللزوجه، لزوجه الالياف الطبيعيه خلاص بقت لزجه. طبعا الكيس اللي احنا شفناه اتفتح على ايدينا اليمين، ده فيه نوعين من الالياف جوه الكيس، والاثنين باودر، مفيش كبسول. يعني في ناس بتفكر ان هو في نوعين، لا هو نوع واحد باودر، الكيس فيه النوعين اللي بيدوب في الميه واللي ما بيدوبش في الميه، الاثنين في نفس الكيس. شايفه هنا بقى نقط، بصي واخده الالياف، هي واخده الزيت وابتدت تنزل في الكوبايه من تحت. هنا في حاله انك انت سايبه خالص من غير ما تقلبه. من غير ما اقلبه. خدت هي منطقه الزيوت اهيت ونزلت لقاع الكوبايه اسفل الكوبايه. طيب في ناس ممكن يبقى مضايقها انه محطوط على ميه بس، هل تقدر تحطه على زبادي، تقدر تحطه على عصير، يعني عشان يعمل بس اي فليفرز او اي حاجه كده احس ان انا باكل حاجه مع الالياف؟ طيب هي طبعا ممكن نحطه على حاجات كتيره قوي، ممكن نحطه على عصاير كتير، بس طبعا عصير البرتقال برضو دي معلومه مهمه لكل المشاهدين، عشان احنا في سيزون البرتقال خلاص الشتاء، ما ناكلش برتقال بعد الساعه 5 وما نشربش عصير برتقال بعد الساعه 5. اشمعنى؟ لانه هيزود وزني مش هيقلل وزني. معقوله؟ لو انا شربته الصبح هيقلل وزني. البرتقال فيه فيتامين سي كميه طبعا كبيره جدا، فيتامين سي باور درينك بيدي طاقه عاليه جدا. طبعا الجسم بيقدر ان هو بعد الساعه 5 او فتره بالليل بيخزنها في صوره دهون. فلو هنحضر الالياف بعصير البرتقال هيبقى بس الكيس بتاع فتره الغداء. اوكي. بالليل ممكن نختار عصاير ثانيه زي عصير الاناناس، ممكن عصير الكيوي، عصير الافوكادو، ونقدر نحط عليه الالياف. طيب معايا ايه. الو. اهلا يا ايه. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا ايه، ازيك يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ قولي لي ايه، انت استعملتي الالياف دي؟ ايوه. كان وزنك كام وخسيتي ولا لا؟ احكي لي. 103. 103 بقيت 97. 103 بقيتي 7 وكام؟ 97. 97. صوتك قربي صوتك يا ايه. ده في وقت قد ايه؟
نزلت اسبوعين اتنين. يعني نزلتي 6 كيلو؟ اه. كويس قوي. عملتي ايه بقى احكي لي؟ عادي باخدها قبل مرتين في اليوم. تاخديها مرتين في اليوم؟ اه. وبتاكلي معاها قبل الغدا ومره قبل العشاء. وبتاكلي معاها ايه بقى؟ عادي اي حاجه اي حاجه. بس الصوت بيقطع. طيب يعني المهم انه هي خست. ما سمعتش كتير. هي كان وزنها 103، خدت الالياف لمده اسبوعين، نزلت بقت 97 كيلو. كويس قوي. فكده نزلت 6 كيلو. فده يعني هل هي بتساعد انه الجسم ينزل بسرعه، ولا بيبقى ايه اللي حصل عشان في وقت قليل كده تنزل العدد الكبير ده من الكيلوات؟ بس هو المتوسط لانقاذ الوزن عن طريق الالياف الطبيعيه، المتوسط العالمي اللي هو 6 كيلو في الشهر. في الشهر 6 كيلو. هي نزلت 6 كيلو. دي ممكن تزيد وممكن تقل على اختلاف من جسم لجسم. يعني في اجسام ممكن انها تخس بسرعه، في اجهزه بتاخد اللي هي وقتها عبال ما بتخس. احنا دايما نقول المتوسط في الشهر 6 كيلو. طبعا في نتائج تانية، يعني زي مثلا حاله ايه في اسبوعين خست 6 كيلو، ممكن تكون هي طبيعه شغلها بتتحرك كتير مع الالياف الطبيعيه، فابتدت انها تنزل في الاسبوعين دول تنزل ال 6 كيلو. جميل. طيب معايا هند سؤال تاني من هند، بتقول انه عندها مشاكل في الهضم وانها بتعاني من سوء الهضم ووزنها 89 كيلو. فهي بتسال هل الالياف هتزود مشاكل سوء الهضم دي ولا؟ دي هند؟ اه. طيب هند انا بقول لك يعني خدي الالياف الطبيعيه وانت مطمنه تماما تماما، بالعكس انت عندك مشاكل سوء الهضم، عندك مشاكل في المعده، الالياف الطبيعيه مش بس هتنزل وزنك، ده هتساعدك كمان تتعالجي من مشاكل سوء الهضم ومشاكل المعده. طيب منى عندها قولون عصبي، فبتقول انه القولون بيمنعوها انها تاكل حاجات معينه، ملوخيه مش عارفه ايه، فهي خايفه انه الالياف تبقى فيها حاجات يعني زي الخضروات من الحاجات الممنوعه يعني في حاله القولون العصبي. فراي حضرتك ايه؟ بالنسبة للقولون العصبي طبعا يعني احنا بنقول عصبي، فهو بيجي من الحالة المزاجية أكتر، وبيجي تمام. أكتر كمان مع بعض الأكلات اللي ممكن إنها تهيج القولون العصبي. الألياف الطبيعية لا خديها بأمان تام، تلاقيش خالص. بالعكس أنت حتى القولون العصبي اللي موجود عندك لما وزنك بينزل، فكل ده بينعكس على الإشارات اللي رايحة للمخ أو أعصاب المخ نفسها. ليه بقى؟ أنا النهاردة لما بخس أنا مودي بيتحسن. بحس إن أنا مبسوط، بحس إن أنا خفيف. فبالتالي اذا كانت في حاجه بتقلقك او حاجه بتوصلك لمرحله الاكتئاب او العصبيه، وده بينعكس في صوره القولون العصبي، لا هتلاقي مع الالياف الطبيعيه ان انسب طريقه ليك عشان تخسي هتبقى الالياف الطبيعيه، لان هتلاقي نفسك مع القولون العصبي بتهدي اكتر، وفي نفس الوقت لو انت بتاخدي علاجات مستمره للقولون العصبي لا جميل. كميه العلاجات كمان بتقل. اخيرا الالياف المفروض تتاخد وقت قد ايه؟ يعني العلبه اللي فيها الالياف دي بتقعد وقت قد ايه، وهل يكرروها ولا لا؟ طيب هو الالياف الطبيعيه عباره عن نوعين، نوع للغدا نوع للعشاء، كل علبه منفصله عن الثانيه. العلبه فيها 30 كيس. العلبه بتكفي لمده شهر. فيها 30 كيس للغدا و30 كيس للعشاء، برضو بتكفي لمده شهر. بستمر الوقت قد ايه؟ انا الوحيد اللي اقدر اقرر، الشخص اللي هو عايز يخس يعني يقدر ان هو يقرر انا هستمر عليها فتره قد ايه. انت عايز تخس كام كيلو مثلا؟ عايز تخس 10 كيلو 20 كيلو؟ تستمر عليها لغايه لما وزنك بيخس. ومجرد توقفها او اكملها او اوقفها مفيش اي مضاعفات ولا اي حاجه؟ لا مفيش اي مضاعفات تماما، بس احنا زي ما احنا قلنا ان انت طالما بدات في الالياف الطبيعيه كمل الكورس بتاعك في النهايه لغايه لما توصل الوزن اللي انت عايزه. ما تاخدش سطر وتمشي على سطر، يعني خليك دايما ماشي على خط مستقيم. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جدا لك. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير في الحلقه القادمه.